شغال كده بس تقريبا. طب يا شيرين بس بالراحه عشان كل ده سب وقصف ممكن يعملوا عليكي قضايا، فاصبري. سب وقصف مين؟ يا ده انا بصي ده انا اروح استني انا من القلعه. طب خلاص يا شيرين خلاص اروح اهد عليهم العماره اللي هم ساكنين فيها دي. كذبت في حاجات كتير قوي عشان انا بنت اصول وعشان ارفع يعني صورة انسان ممكن في يوم الانسان ده يروح يتجوز من عيلة تانية. قال قال لي اعرف يتجوز واعرف اخلص منه. لو كنت انا بقى فضلت اقول عنه كلام وحش ما كانش اعرف يتجوز، وانا بصراحة نفسي يتجوز ويغور ويبعد عني. بيتهمني اني انا تخنت وبقيت شبه امي، وانا عايز واحدة اتباهى بيها قدام الناس تبقى حلوه ورفيعه ومش عارف ايه. وطبعا ده غير الخناقات اللي كان فيها ضرب وسحل على الارض، ضرب وسحل وشتيمه عمري ما انسانه تقبلها على نفسها. ما هو فعلا اللي حلق لي شعري. هو اللي حلق لك شعرك؟ طبعا. امال ابويا؟ ثواني انت، ما هو الكلام فيه تناقض، انت بتحبيه ولا مش بتحبيه؟ عايزاه ولا مش عايزاه؟ كل حبته عقربه مش لاقيه حته تنام فيها. انا بحبه ده ما في حياتي ما اتأذيت من انسان كده. بمناسبه الوالد، يعني بمناسبه والده، وانا برضه هو شغال كده بس تقريبا. طب يا شيرين بس بالراحه عشان كل ده سب وقصف ممكن يعملوا عليكي قضايا، فاصبري. سب وقصف مين؟ يا ده انا بصي ده انا اروح استني انا من القلعه. طب خلاص يا شيخ خلاص اروح اهد عليهم العماره اللي هم ساكنين فيها دي. فصل جديد او ازمه جديده من ازمات الفنانه شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب في الساعات الماضيه، وذلك بعدما اثارت المطربه المصريه ضجه كبيره على مواقع التواصل وخرجت عن صمتها وتحدثت عن فتره زواجها من حسام حبيب، وكشفت عن عده وقائع صادمه في تصريحاتها ضده في برنامج كلمه اخيره مع الاعلاميه لميسه الحديدي. تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت بمثابة هجوم واضح وحاد على زوجها السابق، بعد أن كانت قبل أسابيع قليلة تبحث عن مساعدته في ورطته القانونية. وأكدت شيرين أن حسام حبيب سرق أموالها وسيارتها مستغلا تواجدها بمنطقة الساحل الشمالي، مضيفة أنها في حاجة للحصول على العلاج من آثار علاقتها به. وتحدثت عنه أيضا وقالت حسبي الله ونعم الوكيل في حسام حبيب وكل راجل زيه، مشيرة إلى كونه مريضا نفسيا ويحتاج إلى العلاج حسب تعبيرها. وبعد ضجة تصريحات شيرين عبد الوهاب ضد حسام حبيب، رد حسام في رسالة صوتية لبرنامج اي تي بالعربي انه سيلجأ للقضاء، واتهم شيرين عبد الوهاب بتوجيه اتهامات اليه بدون دليل، وهو ما دفع شيرين للرد عليه مرة اخرى عبر برنامج كلمة اخيرة، ووجهت رسالة من خلاله قالت بها انها تتحمل المسؤولية القانونية عن تصريحاتها، وانها تمتلك دلائل على كل الوقائع التي ذكرتها في تصريحاتها بالبرنامج. ظروفي كانت ظروف صعبة، عايشة مع زوج ما بيشتغلش تقريبا، ما بيخرجش تقريبا. انا كنت محبوسة 24 ساعة في اوضة نومي ما بعملش حاجة، قاعدة بس. فانا انا غلطت في حق نفسي، في حق شيرين عبد الوهاب. انا عارفة اني غلطت في حق نفسي. ده كانت عيشة فران، او اسمها مصيدة فران. عارفة الفار اللي بيدخل مصيدة بياكل حتة الجبنة لحد ما يموت؟ ده انا كنت عايشة العيشة دي. أنا قاعدة في الساحل، بصيت لقيت تليفون جالي بسرقة عربية مرسيدس بتاعتي، وكانت مكتوبة باسم حسين. كل الناس عارفة إن أنا كنت بحاول أجمل صورته، لكن هم الناس، سوري أنا آسفة الكلمة، يعني الناس مش هوبي. الناس عارفة كل حاجة. أنا ست كنت عايشة مع راجل تقريبا ما بيشتغلش، ما بيروحش يشوف أهله، ما بيروحش يشوف صحابه، ما بيعملش اي حاجه غير حب الامتلاك. فضلت جنبه، فضلت ادافع على ان الحب ده ينجح، لان انا ما بحبش اسقط وما بحبش اتهزم. وبصراحه انا خدامه الراجل اللي عايش معايا، الراجل اللي عايش معايا مش عيب. قسما بالله العظيم خسرني كل الناس، خسرني اخويا واختي وامي واصحابي والسواق بتاعي الشغاله بتاعتي. كل الناس بيتكلموا عليه ومتآمرين عليه، لدرجه ان هو حسسني فعلا ان الدنيا تآمرت على ان احنا ما نبقاش مع بعض. الحقيقه ان هو لازم يتعالج نفسيا، لان هو
عنده يعرف حب الامتلاك ده، اللي هو انا عايزك قدامي كده وخلاص. احنا طلقنا لما انا قصيت شعري، اتطلقنا طلاق باين سوري يا ناس. فاللي حصل اني انا بعد ما هديت من الكارثه اللي حصلت، حسيت ان انا لسه انا مش قادره استغنى عنه، واني بحبه، واني ليه ما ادلوش فرصه ثانيه، واني ليه كل اتنين بيبقوا مع بعض لما بيجوا يسيبوا بعض بيبقى في فجر في الخصومه، ليه ما يبقاش في رحمه؟ ليه ما نديش لبعض فرصه ثانيه؟ اهتميت بيه، عملت استوديو عشان شغلي انا وهو يتعمل فيه، اشتريت له كل الاغاني اللي عجبته بشيكات باسمي عشان اضمن له ان الاغاني دي ما تروحش منه. الاقي بعد كده انسان بيتهمني اني انا تخنت وبقيت شبه امي، وانا عايز واحده اتباهى بيها قدام الناس تبقى حلوه ورفيعه ومش عارف ايه. وطبعا ده غير الخناقات اللي كان فيها ضرب ضرب وسحل على الارض، ضرب وسحل وشتيمه عمر ما انسانه تقبلها على نفسها. انت اتطلقتي بقى اول مره لما اتنيلت على عيني واتطلقت، رجعت تاني زي ما قلت لك، رجعتي فقلنا ندي فرصه تاني بس بشروط، ان هيكون في بيت غير بيتي بيت الزوجيه، وان بناتي مش هيتعرضوا لاي مشاكل نفسيه، وحياتنا تبقى لوحدينا ونشتغل والكلام دوت. لحد ما ابتدت تاني الوعود تختفي تتلاشى، المشاكل ترجع تاني، قله الادب تسترجع تاني من غير سبب. على فكره انا لسه بحبه، ايوه، عشان ارحمه من اللي كان هيشوفه من الناس. الناس كانت فاكره ان هو اللي حلق لي شعري، ما هو فعلا اللي حلق لي شعري. هو اللي حلق لك شعرك؟ طبعا، امال ابويا. يعني شيرين انت ما حلقتيش شعرك، مش انت اللي حلقتي شعرك، هو اللي حلق لك شعرك؟ ما هو الانسان اللي قدامك لما يوصلك لكده يبقى هو اللي عمل كده. الدكتور بقول لك انا دخلت قفلت على نفسي، قفلت على نفسي الاوضه. احنا كنا في الفور سيزون يا مدام لميس، دي كانت فضيحه عامه، وكنت ساعتها زعلانه منه وقعدت في الفور سيزون عشان ابقى بعيد عنه. جالي وصالحني ومش عارف ايه، واتخانقنا وجالي الحاله اللي هي جات لي دي، لو سمحت امشي، لو سمحت امشي. لا انت ازاي دلوقتي معايا المأذون؟ قلت له يعني انا ابقى شيرين عبد الوهاب ونازله في اوتيل ومجروره دلوقتي كده بقميص نومي ونازله عشان اتطلق؟ طب ما تروح يا عين امك تجيب المأذون وتيجي، يا الا تقوم، يا الا يا راجل تقف كده تقول لي انت طالق وتتكل على الله وتمشي. لا ازاي؟ لازم يقف يستفزني لحد ما مسكت شعري بالمكنه. طبعا حلقته. انا كنت بقول له خد فلوس، ده حقك، انت بتساعدني في شغلي. يقول لي لا 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 لا. اروح انا عامله ايه يا فندم؟ اهل بيته يعني بيت والدته واخته البيت كان بيدخل لهم في خلال 3 4 سنين شيكات، وعندي شهاده ب3 سنين من بنوك معينه ان الفلوس دي، ان المصاريف دي كانت بتدخل بيتهم. طيب مصاريف لوالدته ولاخته، حتى الشقه اللي هم قاعدين فيها دلوقتي انا دافعه فلوسها لحد اخر السنه. حسام ما خدش فلوس في ايده، بس عشان انا بنت اصول كنت بدي حقه لامه. ما امه كانت هتعيش من ايه؟ ثواني، انت ما هو الكلام فيه تناقض، انت بتحبيه ولا مش بتحبيه؟ عايزاه ولا مش عايزاه؟ كل حبته عقربه مش لاقيه حته تنام فيها. انا بحبه؟ ده ما في حياتي ما اتأذيت من انسان كده. طيب يعني ده انسان قلبه اسود، ده انسان فاضي وبيغتاب كل الناس. بمناسبه الوالد، يعني بمناسبه والده، وانا برضه هو شغال كده بس تقريبا. طب يا شيرين بس بالراحه، عشان كل ده سب وقصف ممكن يعملوا عليكي قضايا، فاصبري. سب وقصف مين؟ يا ده انا بصي ده انا اروح استني 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 انا من القلعه. طب خلاص يا شيرين، خلاص اروح اعد عليهم العماره اللي هم ساكنين فيها دي. انا كنت زي البدر لما عاشرته، بقيت شبه حسن ابو سعود. اللي جاي فسح انا واولادي ابص الاقي سرقه، وكمان انا بتهدد ان انا اللي يتعمل لي محضر بيها. فلا، فوق يا ابني، فوق يا ابني بقى، واعرف انت بتتكلم مع مين. دي علاقه سامه، دي علاقه سامه فعلا يا فندم. بصي انا ست بخلف وزي الفل، 4 سنين اقعد معاه، ربنا ما يريدش الخلفه منه ليه؟
عشان ربنا اللي حاميني والناس اللي بتدعي لي اللي شايفيني بضيع. عايزه تقولي ايه؟ واحد، احنا انا عايزه اتاكد انه خلاص لا عوده لحسام يا شيرين، خلاص الموضوع ده اتقفل. وربنا ده انا اتجوز الفيل ابو زلومه ما اتجوزه. الحمد لله. ادور لك بقى الفيل ابو زلومه. اروح اتجوز قرد من جنينه الحيوانات. اقول لك حاجه، قسما بالله انا ما عايزه اعرف اي حد اسمه حسام. مش لازم، ممكن يبقى في حسام. يعني انا اعتزلت الاسم ده من حياتي. أنا بشكرك. حسبي الله ونعم الوكيل. رسالتك وصلت. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان بيبقى معاه ست مخلصة وشايلاه فوق دماغه ويعمل فيها كده. منهم لله الرجالة دي، لأن إحنا غلابة. إحنا ستات، إحنا ولاية. ده النبي وصاه بالقوارير، ده النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ربنا كرمنا، ربنا رحمنا عشان خاطر الرجالة يجوا يعملوا فينا كده. بصي احنا ستات محترمين قوي وحلوين قوي وبنعرف قيمه نفسينا، واي انسان مش هيعرفنا قيمه نفسينا هنفوقه. وانا جديره وانت عارفه ان انا قويه وعملت كده. انا مش طالبه بس غير حسبي الله ونعم الوكيل من كل اللي بيحبوني. ان شاء الله مش هعدي عليه الاسبوع ده. يعني يا شيرين خلاص بقى اتكلي على يلا حبيبتي. شكرا يا مدام. اشكرك بحييكي. مره جايه هنتكلم في الغنى، هنتكلم في الفن، هنتكلم في المزيكا، وعايزه اسمع صوتك مره تانية بيجلجل. مساء الخير. اكيد هيبقى طبعا في اجراء قانوني. انا طبعا زي ما انت عارف انا عمري ما دافعت عن نفسي وعمري ما اتكلمت. طبعا ده كلام كله مرسل، وبس انا الكلام اللي هرد بيه ان شاء الله كلام كله بدوكيومنتس، مش هقول كلام مرسل. كل حاجه دلوقتي بحضرها اللي انا كنت حفاظا عليها وعلى سمعتها وعلى بيتها. يعني ما كنتش بتكلم، بس انا دلوقتي هتكلم. طبعا هضطر ان اتكلم لان الكلام بقى زياده قوي. فبس انا كل اللي هعمله ان انا مش هطلع اتكلم كلام مرسل، انا هطلع اتكلم كلام بحقائق وبدوكيومنتس، عشان انا ما بعرفش اقول كلام مرسل لا اتحاسب عليه ولا افتري على حد. انا هرد على كل حاجه هي قالتها بدوكيمنت تثبت ان الكلام ده كله تهديد. يعني انا ببتز علشان خاطر اسمع الكلام، ولو ما سمعتش الكلام هيحصل فيا كده. وبتهدد دايما بجمهورها وبان هي هتعمل فيا كده، وهي فعلا بتحاول تعمل كده. بس انا اجراءاتي القانونيه ان شاء الله باذن الله، وبرده ردي في الاعلام هيبقى كله بدوكيومنتس، كله بحقائق. فعشان كده انا مش مستعجل، انا بظبط دلوقتي ازاي هرد كل حاجه قانونا بمستندات.